أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. المؤتمر الوطني يندد بقانون تفكيك الحزب ويعتبره ساحة جديدة للانتقام والمواجهات. وزير العدل يصف قانون تفكيك نظام البشير خطوة في اتجاه إعادة بناء الدولة السودانية. ناشطون بمحلية تلودي بجنوب كردفان يطالبون بإبعاد شركات التعدين من المنطقة. أهلا بكم. ندد حزب المؤتمر الوطني بقانون حله وتفكيكه الذي صادق عليه مجلس الوزراء والسيادة في اجتماعهم المشترك. وفي أول تعليق بعد حله وصف حزب المؤتمر الوطني في بيان أصدره اليوم الجمعة حول القانون، وصف خطوة إجراءات مجلسي السيادة والوزراء بإجازة قانون تفكيكه وحظر نشاطه ومحاكمة رموزه بأنها تشريد للكفاءات وساحة جديدة للانتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا. وقال المؤتمر الوطني أنه ظل مساندا لكل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد طيلة الأشهر الماضية، لكن ذلك قوبل بمزيد من حملات التشويه والإساءة للحزب وعضويته. وقال المؤتمر الوطني أنه تعرض إلى اتهامات جائرة وباطلة. أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019، وقانون تفكيك نظام 30 من يونيو عام 1989 وإزالة التمكين لعام 2019. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن القانون الأول يلغي جميع قوانين النظام العام، أما القانون الثاني فهو يأتي تطبيقا لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية. وأضاف عبد الباري أن هذا القانون يلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له، ومن ثم تؤول إلى صالح وزارة المالية. كما أوضح أن هذا القانون يكون لجنة تسمى لجنة الاستئنافات، تتكون من 5 أعضاء يكونها مجلسا السيادة والوزراء للنظر في الطعون التي تقدم إليها ضد القرارات التي تصدر من اللجنة الأولى، وذلك خلال 2 أسبوع من صدور القرار. هنالك أحداث عظيمة حدثت في الأشهر العشرة الماضية، انفجار ثورة ديسمبر المجيدة، إزاحة النظام السابق، تبني الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها، تكوين المجلس السيادي وتعيين رئيس مجلس الوزراء وتكوين مجلس الوزراء. اليوم نكتب فصلا جديدا من الفصول الناصعة في تاريخ هذا الشعب خلال هذا العام، بتبني قانونين مهمين، هما قانون إلغاء قوانين النظام العام لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام 30 من يونيو لسنة 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019. من جانبه أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان أن إجازة القانون جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام عدالة، ووصف إجازتهما بأنها شفاء وليس تشفي، وتأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. شكرا. الأجواء بتاعت الاجتماع، أخذ اجتماع طبعا طويل جدا، أخذ حوالي 14 ساعة، وأصلا تأخر هذا الاجتماع كثيرا، يعني الشعب السوداني كان ينتظر هذه اللحظة التاريخية منذ سقوط النظام 30 من يونيو، والآن تكتمل الحلقة الأخيرة بصدور قانون تفكيك نظام 30 من يونيو اللي بيحتوي على عدد من الفقرات بالتفصيل. طبعا التأخير كان نتيجة لتجويد هذا العمل وللإصرار على أن يتم تفكيك هذا النظام بالقانون وتحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة، ولعل هذا القانون يكون شفاء وليس تشفي. هذا القانون نريد أن نؤسس به لعهد جديد، لا نريد أن نمد أيدينا.
والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن الاجتماع يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء. وأضاف الوزير أنه بإجازة هذين القانونين تبقى 12 مشروع قانون من أصل 14 مشروع سوف يتوالى بشكل منتظم مناقشته اتباعا في اجتماعات سيعلن عنها في الأيام القليلة القادمة. يوما ماراثونيا طويلا ظللنا في اجتماعات مستمرة منذ 10 صباحا حتى قبل دقائق قليلة لنناقش بعض مشروعات القوانين في أول جلسة تشريعية للاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء ومجلس السيادة. انتهينا طبعا بإجازة قانونين. القانون الأول هو قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019، والقانون الثاني هو قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019. أنه بداية الاجتماع أجاز الاجتماع المشترك الذي هو الآن الجسم التشريعي برنامج الحكومة الانتقالية، كانت هذه أول فقرة في الاجتماع الطويل، ثم بعد ذلك ناقشنا القانونين. وزارة العدل عدت حوالي 14 مشروع قانون جاهز الآن لعرضها تباعا على الاجتماع المشترك للمجلسين السيادي ومجلس الوزراء. انتهينا اليوم من قانونين نعتقد أنهما في غاية الأهمية، ثم سيتوالى بشكل منتظم مناقشة مشروعات القوانين الأخرى تباعا في اجتماعات سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. إلى جانب ذلك تم تكوين سكرتارية من مجلسي الوزراء والسيادة حتى تستطيع هذه السكرتارية أن تنظم الاجتماعات المشتركة وتضع الجداول لها وتقوم بتوزيع مشروعات القوانين قبل وقت كافي. واحد من الأسباب التي توجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة 13 لرؤساء الدول وحكومات الإيجاد. وأملت الجلسة العادية للدورة العادية 13 لمنظمة إيجاد على تسمية رئيس الدورة العادية على تسمية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيسا في المرحلة المقبلة. وتحتضن أديس أبابا أعمال الدورة العادية رقم 47 لمجلس وزراء إيجاد تمهيدا لانعقاد الدورة العادية 13 على مستوى القمة بعد غياب دام 11 عاما. ومنظمة إيجاد تضم 8 دول. وأكدت الدول الأفريقية إن السودان وشعبه يستحق رئاسة الإيجاد بعد دوره في الثورة التي شهدتها البلاد مؤخرا. رهن مواطنو محلية تلودي بولاية جنوب كردفان إنهاء اعتصامهم بالساحة المحلية بخروج كل الشركات العاملة في التعدين بالمنطقة على خلفية ما وصفوه بالتجاوزات فيما يلي الاشتراطات البيئية وضعف مساهمتها في التنمية المحلية. وعقب زيارة للجنة أمن الولاية طالب المعتصمون السلطات المركزية بالتدخل وتلبية مطالبهم المشروعة في ظل ثورة الحرية والسلام والعدالة. لثلاثة أشهر تشهد الأوضاع بمحلية تلودي توترا بسبب مواجهات بين المواطنين والشركات العاملة في استخلاص الذهب. لجنة أمن ولاية جنوب كردفان وقفت على مجمل الأوضاع. جينا قعدنا معهم لازم نشوف مشاكلهم شنو دارين شنو، فعندهم حاجة واحدة، الحاجة دارينها الواحدة دي إنه الشركات دي يعني تتفكفك كلها، دار يرجعوا لزراعتهم، دار يرجعوا لبهائمهم، دارين يكونوا بعيدين من حاجة اسمها شركات سيانيد. سيد وزير المعادن يجي ويجي يشوف هنا ويسمع من أهله في محلية تلودي ويشوف مطالبهم والدارين ما شنو والضرر اللي وقع عليهم أصلا شنو طيلة السنين السابقة. احتجاجات مواطن تلودي تطورت على الرغم من قرار إيقاف العمل في الشركات ومنع استخدام السيانيد والزيبق ليرتفع سقف المطالب هذه المرة برحيل الشركات من المنطقة نهائيا كشرط لإنهاء الاعتصام. احنا ما بنقبل وجود هذه الشركات بهذه المنطقة بمحلية تلودي ولا بالمثلث خالص، ان احنا نكون معتصمين لحد ما الشركات دي تطلع من هنا والمصانع تتقفل والسميات المخلفه دي تعالجوها. المراه في تلودي ضد شركات الموت والدمار والخراب الديار، وتطالب هذه المراه بتفكيك وترحيل تلك المصانع خارج الولايه ومعالجه مخلفاتها. انسان تلودي مؤمن بقضيته، لابد ان ترحل هذه الشركات
من هذه المنطقة. لسنا ضد اقتصاد الدولة أن يتقدم، بل نحن مع اقتصاد الأعلى للسودان، لكن ليس على حساب دماعنا وأعراضنا وأجيالنا القادمة. استمرار الاعتصام السلمي بمباني محلية تلودي أدى إلى فراق إداري، وتقول السلطات المحلية أنها بذلت جهودا تحتاج للإسناد المركزي والولائي لإنهاء الأزمة. أولئك الشباب وجدتهم أهل قضية، وقد استمعت إليها تماما، وأنا كما قلت إليه وصلت 90% من حل المشكلة، واحتراما لسيادتكم تركت لكم 10%. تطور صناعة التعدين بولاية جنوب كردفان معاق بعدم الرضا الشعبي، الأمر الذي يحتم تضافر الجهود مركزيا وولائيا للوصول إلى حل للمشكلة. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة محمد عثمان الحسين إن ولاء القوات المسلحة للوطن وحماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه وحراسة التغيير الذي شاركت فيه بانحيازها لإرادته. واختتم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة جولته في دارفور التي تفقد خلالها عددا من التشكيلات والوحدات، والتي استغرقت عدة أيام رافقه خلالها نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات إلى جانب قائد القوات البرية وعدد من مديري الإدارات. وجاءت الزيارة لمتابعة الأداء ميدانيا. وأكد رئيس هيئة الأركان أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأجهزة النظامية لأجل حماية السودان والدفاع عنه وضمان الأمن والاستقرار. نحن في وفد وجينا حقيقة في إدارات تشكيلاتنا العسكرية. القوات المسلحة دي يا جماعة على مر التاريخ ما خذلت شعبها في يوم من الأيام، والقوات المسلحة بما لها من تاريخ طويل وعريق وقيم وعمل وطنية عالية حازت للسوء حياز لجانب الشعب وتغيير النظام الغاية، وكان ذلك تلبية لرغبة كانوا قدام القيادة في المحطة دي. القوات المسلحة تتمع عليها من واجب وثبتت البلاد وأمنتها وخرجت بها. أكد والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله في لقاء بمنطقة الميرم الحدودية مع دولة جنوب السودان أكد حرص السودان على تطوير التعاون المشترك بين البلدين. ودشن والي غرب كردفان قافلة سيرها السودان لدعم متضرري السيول بدولة الجنوب. ثمنت حكومة ولاية غرب كردفان زيارة حاكم ولاية أويل بدولة جنوب السودان إلى الولاية بهدف تعزيز العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين. وأشار الوالي إلى العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الشعبين. وقال والي غرب كردفان إن الخطوات الجارية لفتح المعبر الحدودي بين الدولتين تسير بشكل جيد، وأن المعبر سيحقق الكثير من المكاسب للدولتين. برسل لكم تحايا رئيس المجلس السيادي الفريق أول البرهان. الاتفاقيات اللي بتتم بين أهلنا في الجنوب وأهلنا في المحلية الميرم أو في ولاية غرب كردفان، الاتفاقات الثنائية اللي ما فيها التزامات الآن حتكون اتفاقات مقننة. وأنا بوجه الإخوة في محلية الميرم يمشي يحضروا المؤتمر اللي حيقوم بعد بكرة، هيمشوا يحضروا هم المؤتمر بتاع أويل، أنا حأكون حاضر بإذن الله تعالى. ما عندنا شغلة غير أنه يا إخواننا نوطد هذه الأواصر. المعبر الموقع الحقيقي للمعبر على الحدود بين الدولتين، وده بيضمن لنا يا إخواننا أشياء كثيرة جدا، بيضمن لنا حقوقنا وحقوق أهلنا في الجنوب. وفي السياق أكد حاكم ولاية أويل تونغ أكين حرص رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مايردت على إتمام عملية السلام بين الدولتين وتحقيق السلام في السودان، وأشار إلى الخطوات التي تمت في هذا الشأن. بنبارك لكم بحكومة جديدة في السودان، والحكومة الجديدة في السودان جاءت حقيقة في إنه عايز يتم مسألة بتاع السلام في جنوب السودان. الأساس السودان هو الراعي للسلام في جنوب السودان.
وكما يقال انه المعامله بالمثل برضو. فقام الرئيس جنوب السودان قام الان وبدا خطوات عمليه ناجحه جدا في انه لازم يحقق السلام في السودان وقام بذلك. دشن والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين معدات طبيه لاقسام العمليه والعنايه المكثفه والاشعه والمعامل بمستشفى الدامر بقيمة أكثر من 20 مليون جنيه بتمويل خالص من ميزانية الولاية. وأكد عبد المحمود الانطلاقة الفعلية لبرنامج النفرة الصحية الذي تبنته ونفذته حكومة الولاية بغرض تأهيل وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية ومدها بالمعدات والمعينات والأجهزة الطبية المتطورة. وأشار للشراكة التي تمت مع الشركة السودانية للموارد المعدنية التي وفرت أكثر من 70 مليون جنيه لدعم المستشفيات، وأشار إلى تكوين لجنة مختصة لكيفية إدارة أموال النفرة بالصورة المثلى وتوجيهها في الصرف على القطاع الصحي وفق الأولوية. للوقوف على الأجهزة والمعدات الحديثة اللي وصلت لهذا المستشفى، تتكون من بنوكة بتاع الدم وأجهزة بتاعت موجات للعيون وأجهزة بتاعت CIU وأجهزة بتاعت جراحة وعدد من ماكينات الغسيل، غسيل الغسيل للناس الفشل الكلوي، وأيضا يعني الوابور الضخم جدا للمستشفى، بالإضافة لثلاثة يعني وحدات بتاعت صرف صحي كانت تكلف المستشفى 40 مليون شهريا، الآن يصير فيها العمل بصورة طيبة وعلى وشك أنه يعني تنتهي. هذه الأجهزة لأول مرة يعني تدخل المستشفى، وعمل كبير جدا ينتظم من خلال العرض الناس اللي بيشاهدوه.